نروح مع حضراتكم لموضوع تاني ونموذج للتحدي والإرادة. عانت من مرض التصلب المتعدد فقررت إنها ما تستسلمش وتكون طاقة نور وأمل وإبداع لآلاف المرضى المصابين بنفس المرض، كمان تكون رسالة الماجستير اللي أخدتها بامتياز عن التغذية الصحية للمصابين بنفس المرض. هي دلوقتي معنا على زوم الدكتورة رنا أيمن. صباح الخير عليكي، وبداية يعني لو تفهم الناس طبيعة مرض التصلب المتعدد ويعني تحكي لنا كده قصتك معاه وإمتى اكتشفتيه واكتشفتي إصابتك بيه. صباح الخير. أولا يسعد صباحكم. الام اس او التصلب المتعدد او اختصاره اللي هو الام اس اللي هو مالتيبل سكلروزس، باختصار شديد جدا بمنتهى البساطه، هو الام اس عباره عن مرض مناعي وليس مرض نفسي. يعني زي ما بعض الناس بتفتكر ان هو مرض نفسي، لا، هو مرض مناعي مزمن لغايه النهارده ملهوش علاج نهائي، بس في علاجات نقدر ناخدها او يقدر مريض الام اس ياخدها. هو عباره عن ايه؟ في جهاز المناعة، جهاز المناعة المفروض إن ربنا خلقه إن هو بيدافع عن البني آدم. اللي بيحصل عكس كده، جهاز المناعة بيحارب الجهاز العصبي المركزي اللي هو المخ والحبل الشوكي. فلما بيحصل حرب أو بيحصل يعني حرب على الجهاز العصبي، الجهاز العصبي بيبتدي ياكل طبقة المايلين شيس اللي هي بتبقى بتغلف الطبقة المغلفة الحبل الشوكي. للحبل الشوكي. بالظبط. فبيحصل فيها تآكل، ولما بيحصل فيها تآكل بيبتدي يحصل فيها بيحصل حدوث هجمة أو أتاك. الهجمة دي بتبقى أشكال مختلفة أو أنواع مختلفة، ممكن تضرب العصب البصري للعين، ودي بتسبب ضبابية للرؤية أو ازدواج للرؤية. يعني هي بتبتدي من الجهاز العصبي المركزي إلى الأطراف العصبية، من بالضبط. الحبل الشوكي للأطراف، سواء كانت من أطراف في المخ الإيدين، للحبل الشوكي. سواء كانت أطراف إيدين أو رجلين أو عينين أو أي حاجة من الأطراف العصبية، مظبوط كده؟ بالظبط بالظبط. فهي إذا كان الأتاك جت في الإيد أو في الرجل، فبيحصل زي نظام شلل مؤقت مش شلل دائم، زي ما البعض مثلا بيفكر إن ممكن يحصل شلل. لا، هو ما بيحصلش شلل، هو بيبقى زي شلل مؤقت أو صعوبة في الحركة. بيبقى العلاج الحالة دي إن إحنا بناخد كورتيزون في المستشفى أو في وحدة الأم أس، سواء في اللي هي موجودة في الدمرداش أو القصر العيني. بالنسبة لعلاجات الأم أس، هي علاجات الأم أس تكلفتها عالية، بس نحمد ربنا طبعا، وده بفضل الدولة إن هي موفرة الأدوية دي، نفق الدولة وتأمين صحي. عظيم. يعني إذا ما فيش أي مواطن هياخد الدواء على تكلفته الشخصية. علاجات أخرى زي إلى ما جانب الكورتيزون. لا، هو الكورتيزون بيبقى فترة الأتاك اللي هي بتبقى عادة 5 جرعات كورتيزون أو مظبوط. 7 جرعات، والعلاجات ما الأخرى بنقدرش في نزود. الفترات العادية. أو بالظبط، العلاج الباقي بيبقى فترات الأيام العادية، وبيبقى علاج دائم مستمر، وما بيبقاش ليه سايد افكت او ليه اثار قوي الا مثلا في حاله الحقن، ودي بيبقى مقدور عليها ان احنا نحلها يعني عن طيب طريق دكتورة، أنا مسكنات. عملت رسالة الماجستير بتاعتك عن مرض التصلب المتعدد، إيه اللي قدمتيه من خلال هذه الرسالة أو كنت عايزة تقوليه في هذه الرسالة؟ بالنسبه للرساله بتاعتي، هو كانت تقييم حاله غذائيه لمرضى الام اس، وده انا كنت بشوف في الحاله الغذائيه او طبيعه التغذيه لمريض الام اس، هل هم بيتبعوا لايف ستايل معين ولا حياتهم ان هيلثي. فاكتشفت واتصدمت ان للاسف محدش ماشي بالتغذيه السليمه. طبعا التغذيه ليها دور مهم جدا ومحدش يقدر ينكره، بس هو عشان يعني احب ان انا اوضح دور التغذيه وقائي، او ان احنا بنقلل من حده الاعراض، مش بنقول ان اخصائي التغذيه بيطلع يقول ان الدواء بنوقفه ونتعامل بناء على هو التغذيه. المرض عموما لحد الان ملوش علاج، هو بنتعامل مع الاعراض. بس الحمد لله يعني هو في الحمد علاجات لله. دلوقتي، بس هو مش علاج شافي معافي تاني، دكتوره رنا بس ايمن هو بنشكرك. مقارنه بقبل كده لا، دكتوره في ايمن علاجات ونقدر نسيطر على الحاله، والعلاجات هي بتقلل بتثبط المناعه او بتعدل، او هي بنسميها ادويه معدله للمناعه. صحيح، تمام. زمان ما كانش فيه الادويه دي، فكان بيحصل حالات من الشلل او العجز تدهور او للحمل. نسبه. صحيح الدكتورة بالظبط. رنا فدلوقتي ما أيمن، فيش كده. بنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا. ميرسي. طيب